أعزائي المشاهدين تحية طيبة. خلال هذا اليوم تراوحت الحرارة القصوى عامة بين 24 و28 درجة وسجلنا 25 بتونس، وكما يبين تسلسل صور القمر الاصطناعي كان هناك سحب عابرة بأغلب الجهات. بالنسبة لهذه الليلة بعض السحب بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالشمال، والحرارة ليلا تتراوح بين 14 و18 درجة بالشمال وبين 16 و20 ببقية الجهات وفي حدود 12 درجة بالمرتفعات. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالشمال مع بعض الأمطار، والحرارة القصوى تكون في حدود 24 درجة بتونس، 25 بنابل، 24 بزغوان، 24 درجة أيضا بوزرت، بالشمال الغربي باجة 23، تبرقة أيضا 23، 24 بكل من جندب وسليانة، الكاف 23، بالوسط تيالة 22، القصرين 23، القيروان 26، 25 درجة بكل من سوسة والمنستير، 24 درجة بالمهدية، بسيدي بوزيد الحرارة القصوى تكون في حدود 25 درجة، 26 درجة بصفاقس، جابس 27، جربة 28، بقفصة 26 درجة، توزر 28، قبلي 29، مدنين 30، تطاوين 28، رمادة 27، البرمة 29 درجة، وبأقصى جنوب البرج الخضراء 28 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري على شمال تونس تهب الريح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، أي ما يعادل 40 كيلومتر في الساعة، والبحر قليل الاضطراب. بخليج الحمامات تهب الريح أيضا شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب. بالشابة وجربة إلى غاية جرجيس تهب الريح من القطاع الغربي شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة، أي ما يعادل 40 كيلومتر في الساعة، والبحر قليل الاضطراب. توقعاتنا الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط 36 درجة سحب قليلة، طقس عامة في استقرار بالمغرب الأقصى 33 درجة بأغادير، 32 بمراكش، 26 درجة بكل من الرباط والدار البيضاء، 27 بتلمسان، سحب قليلة بالجزائر العاصمة وعنابة 24 درجة، طقس مشمس بطرابلس ومصراتة 25 درجة، 23 درجة ببنغازي، طقس في استقرار بالإسكندرية والقاهرة 30 درجة، بالبقاع المقدسة طقس عامة في استقرار 32 درجة بمكة المكرمة، 36 بالمدينة المنورة، الرياض 35 درجة، طقس مشمس بأبو ظبي، الدوحة، المنامة، الكويت 33 درجة، بعض السحب بالقدس الشريف وبيروت 27 درجة، أمطار بأنقرة واسطنبول 16 درجة، سحب قليلة بأثينا 17 درجة، طقس عامة في استقرار بإيطاليا 21 درجة بباليرمو ونابولي، 19 درجة بروما، ميلانو 18، 17 درجة بجنيف وليون مع طقس مشمس، بعض السحب بباريس 17 درجة، أمطار بنيس ومارسيليا 21 درجة، طقس في استقرار بإسبانيا 23 درجة ببرشلونة، 20 بفالنسيا، 25 بملقة ومدريد و22 درجة بلشبونة. توقعاتنا الجوية للأيام القليلة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين بعض السحب بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، الريح تهب من القطاع الشمالي ضعيف ومعتدلة من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و28 ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الثلاثاء سحب عابر على كامل البلاد وتكون كثيفة قرب السواحل مع بعض الأمطار، الريح تهب من القطاع الشمالي ضعيف ومعتدلة من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب بكافة السواحل والحرارة دون تغيير. شروق الشمس اليوم الغد يكون على الساعة 6:36 دقيقة وغروبها في تمام الساعة 5:30 دقيقة. أوقات الصلاة ليوم الغد الأحد 26 أكتوبر 2014 الموافق 2 محرم 1436 هجري، صلاة الصبح على الساعة 5:09 دقائق، صلاة الظهر في تمام منتصف النهار 10 دقائق، صلاة العصر على الساعة 3 بعد الزوال 5 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 5:32 دقيقة، وصلاة العشاء على الساعة 6:57 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الموزع الصوتي 88 40 40 أو زيارة موقع الويب متيوب وانتيان. ختاما شكرا لحسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.